في هذه المحاضرة another derivative تخرج من الفارنجيال arches. هذه الديريفاتيفز كانوا اتنين organs لهم يعني ذكريات جميلة مع الهيد اند نيك، وهي هما التانج والثايرويد جلاند. تعالوا نشوف الديفلوبمنت اوف ذا تانج، هاو ذا تانج اوريجينيتس فروم ذا فارنجيال arches. طيب لازم نتفق على حاجتين، نتفق اولا على تركيب التانج، ونتفق ثانيا على تركيب الفارنجيال arches، ونشوف ازاي التانج خرج من الفارنجيال arches. من المعلوم عندنا ان التانج كان بيتكون من جزئين اتنين، هو عبارة عن ميوكوزال ساك كيس من ميوكوس ممبرين انكلوزنج جروب اوف ماسلز. هذه الماسلز اسمها انترنسيك ماسلز، شبك في الميوكوزال ساك من بره مجموعة عضلات اسمها اكسترنسيك ماسلز. يعني التنج كيس من ميوكوس ممبرين جوه منه شوية عضلات وبره منه شوية عضلات. يبقى لما اجي اتكلم على الديفلوبمنت اوف ذا تانج لازم اتكلم على الديفلوبمنت اوف ذا ميوكوس ممبرين بتاعه والمسلز بتاعته. خرجت منين؟ من الفارنجيال ارشز. مش الفارنجيال ارشز دول اللي كان عددهم ستة والخامس منهم كان اختفى؟ ايوه، الخامس اللي اختفى نتيجة فقدانه للبلاد سبلاي، تمام. وهذه الفارنجيال ارشز كان كل ارش فيها بيتكون من اكتوديرمال كافرينج واندوديرمال لايننج وميزوديرمال كور. طيب التانج بقى هيخرج الميوكوس ممبرين بتاعه منين؟ الميوكوس ممبرين اوف ذا تانج هيخرج من الاندوديرم اوف ذا فارنجيال ارشز. طب المسلز اوف ذا تانج تخرج منين؟ هتخرج لوحدها لما نخلص. تعال اولا نتكلم على الميوكوس ممبرين اوف ذا تانج كيف خرج من الفارنجيال ارشز. البدايه كانت عندي في العمليه دي بتتم في نهايه الاسبوع الرابع وطول الاسبوع الخامس. ازاي هيخرج؟ ده كان كورونال سيكشن في الفارينكس مبينا في الباك بتاع الفارينكس، ودي الفارنجيال ارشز. المنظر ده كان للاكتوديرمال فلاب اوف ذا سكند برانكيال اوف فارنجيال كليفت اللي اتحد مع الاكتوديرم الموجود في الفرونت اوف ذا ثوراكس اند نيك، وادى الى اختفاء الارشنج باترن اوف ذا نيك واصبح النيك سموس. من جوه ده كان الاندوديرم، والازرق ده كله كان الميزوديرم. الميوكوس ممبرين اوف ذا تانج يخرج من هذا الاندوديرم، يعني من الاندوديرم اوف ذا فارنجيال ارشز. ازاي؟ من خلال اربع انتفاخات. احنا اتفقنا ان كل من الاندوديرم والاكتوديرم الديريفاتيفز اللي بتخرج منهم تخرج بطريقة البالون، اللي لما بنمسك الممبرين الممزق بتاع النفيخة البالونة ونشدها بالفم بتاعنا فتطلع في صورة الزؤزئة. فهنا في عدد من الانتفاخات هتخرج من الاندوديرم اوف ذا فارنجيال ارشز. يبلغ عدد هذه الانتفاخات، يبلغ عدد البالونات الصغيرة، عددهم اربعة، تلات بالونات في صورة السولينجز يخرجوا من الفيرست ارش. هذه البالونات يسموها لينجوال سولينجز. يبقى الميوكوس ممبرين اوف ذا تانج هيخرج من اربع بالونات، كل بالون يسموه لينجوال سولينج، ثلاثة منهم من الفيرست ارش، اتنين لاترال وواحد ميديان. يبقى من الفيرست ارش الاندوديرم بتاعه هيحصل له يبرز في صورة تلات انتفاخات يسموها لينجوال سويلينج، منهم اتنين كانوا لاترال وواحد كان ميديان. الميديان لينجوال سويلينج له اسم تاني اسمه تيوبيركولام امبار. يبقى كل من اللاترال لينجوال سويلينج والتيوبيركولام امبار هي عبارة عن لينجوال سويلينجز، عبارة عن لينجوال بروجيكشنز، عبارة عن لينجوال دايفرتيكولا، هي انتفاخات تبرز من الاندوديرم اوف ذا فيرست فارنجيال ارش. طيب الانتفاخ الرابع هو مين؟ يخرج من مستوى من الاندوديرم اوف ذا ثيرد فارنجيال ارش، اهو هيخرج منه
ويسموه كوبيولا او هايبوبرانكيال امينينس. يبقى الهايبوبرانكيال امينينس هو عبارة عن لينجوال سويلينج كبير يسمى الكوبيولا، يخرج من الاندوديرم اوف ذا ثيرد فارينجيال ارش. هو ده المحرك، هيعمل ايه؟ هيكبر في الحجم. It grows, it increases in size, and it grows cranially and caudally. هيمشي cranially حتى يصل لمستوى السكند أرش، ويمشي caudally حتى يصل لمستوى الفورس أرش، برغم انه خارج من التالت، لكن هينمو، يحصل له growing up حتى يحصل له fusion مع الاندوديرم اوف ذا سكند أرش ويصل الى مستوى الفورس ارش. كويس، هتبتدي هذه اللينجوال سويلينجز تعمل فيوجن مع بعض، it fuses, they fuse with each other. التلاتة لينجوال سويلينجز اللي خارجين من الفيرست ارش يتحدوا مع بعض، يعني الاتنين لاترال مع الميديان يتحدوا مع بعض، وبعد ما يتحدوا مع بعض هيرجعوا يتحدوا مع الكوبيلا اللي هي الهايبوبرانكيال امينينس. وثمرت هذا الفيوجن كانت ظهرت في صورة الطنج بتاعنا، بحيث ان التلاتة لينجوال سويلينجز اللي في الامام عملوا لي الانتيريور تو ثيردز اوف ذا تانج، والكوبيلا اللي هي الهايبوبرانكيال امينينس من ورا عملت لي البوستيريور وان ثيرد اوف ذا ميوكس ممبرين اوف ذا تانج، وخط الالتحام بين التلاتة لينجوال سويلينجز اللي في الامام واللينجوال سويلينج الوحيد اللي في الخلف، لاين الفيوجن ده هيسموه سالكاس تيرميناليز، اللي الابيكس بتاعته از دايركتد بوستيريورلي وكانت في صوره فورامين اسمه فورامين سيكم. يبقى ده كده الميوكس ممبرين اوف ذا تانج خرج من الاندوديرم اوف ذا فارينجيال ارشز بهذه الطريقه. معنى كده الانتيريور تو ثيردز هيبقى تبع الفيرست ارش، وجزء منه هيبقى تبع السكند ارش. انما البوستيريور وان ثيرد هيبقى تبع الثيرد ارش، وجزء منه هيبقى تبع الفورس ارش. كده الميوكوس ممبرين اتكون، لكن هذا الميوكوس ممبرين اوف ذا تانج المتكون كان مازال ان كونتاكت ان ادهيرنس على التصاق مع الفلور اوف ذا فارينكس. كان هذا الالتصاق بين الفورم التانج وبين الميوكوس وبين الفلور اوف ذا فارينكس، او ده كان الالتصاق. تم فك هذا الالتصاق. This adhesion is released، يعني يتفك الالتصاق، by appearance، بظهور سلكس على شكل الهلال، هلالي الشكل. هذا السلكس الهلالي الشكل بيسموه ليونيت سلكس. هذا السلكس يبتدي يحرر، يعمل liberation of the tongue من الفلور of the pharynx، ويؤدي الى ذوبان هذا الادهيجن حتى يتحرر الطنج تماما، باستثناء قطعه صغيره فايبرس باند هتربط الاندر سيرفيس اوف ذا تانج بالفلور اوف ذا فيوتشر ماوس اللي هي الفرينيولم لينجوي. طيب اذا جينا نبص عليها بمنظر تاني، ادي الاربعه لينجوال سويلينجز، ادي ثلاثه منهم من الفيرست ارش اللي هم تو لاترال لينجوال سويلينج والميديان اللي هي التوبيركولم من بر، ثم اللي من الثيرد ارش اللي اسمها الكوبيولا او الهايبوبرانكيال امينينس اللي كبرت وطلعت قدام لحد مستوى السكند، فوق لحد مستوى السكند، ونزلت تحت لحد مستوى الثيرد. طيب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان الكوبيولا ديت اللي كانت في مستوى الثيرد هتنقسم لقسمين، قسم منها هيتجه للالتحام بالطنج ويكون البوستيريور وان ثيرد اوف طنج، بينما القسم الاخر اللي هو الكودال بارت هيشارك في تكوين الميوكوس ممبرين اوف ذا ايبيكلوتس. ثمره الالتئام الفيوجن بين الاربعه لينجوال سويلينجز هي تكوين الميوكوس ممبرين اوف ذا طنج بالنيرف سبلاي بتاعه، وده يفسر لنا النيرف سبلاي. الانتيريور تو ثيردز بياخد جنرال سنسيشن لانهم طالعين من التلاتة لينجوال سويلينجز اللي في الامام اللي كان تبع الفيرست ارش
اللي هياخدوا النيرف سبلاي من الفيرست ارش عن طريق اللينجوال نيرف. فده يفسر لك ليه الميوكس ممبرين اوف ذا انتيريور تو ثيردز اوف ذا تانج ياخد نيرف سبلاي عن طريق اللينجوال نيرف اللي هو برانش من المانديبولار نيرف، بينما التست سنسيشن هياخد نيرف سبلاي من الكوردا تمبانيه اللي هو من الفيشيال. ايوه، لان الكوبيولا كانت لما حصل لها جروينج وصلت لمستوى السكند فادت نيرف سبلاي بيسموه بريتريماتيك نيرف. هذا النيرف اللي بيغذي الطنج جاي من ورا. جاي منين؟ جاي من الكوبيولا اللي طلعت لحد مستوى السكند ارش. فبعنا كده ان النيرف اللي بيغذي السكند ارش هيغذي نير هيغذي الانتيريور تو ثيردز بتيست سنسيشن هو الكوردا تمبوناي، بينما البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج اللي كان البوستيريور وان ثيرد اوف ذا ميوكس ممبرين اوف ذا تانج كان بياخد نيرف سبلاي من النيرف سبلاي اللي كان بيغذي الثيرد ارش بتاع الكوبيولا. والكوبيولا كانت طالعه من الثيرد ارش اللي هو الجلوسوفارينجيال، لان هناك كان في جزء صغير من هذا الميوكس ممبرين راح يغطي الابيجلوتس. وده يفسر لك ليه الميوكس ممبرين بياخد نيرف سبلاي من الانترنال لارينجال اللي هو برانش من الفيجاس، لان الكوبيولا كانت لما حصل لها جروينج وصلت لتحت لحد مستوى الفورس ارش، فبالتالي هتتغذى بالنيرف اوف فورس ارش اللي هو كان الفيجاس نيرف من خلال الانترنال لارينجال برانش منه. ده كان الديفلوبمنت اوف ذا ميوكوس ممبرين اوف ذا تانج وتفسير الاربعه كرينيال نيرفز اللي بيغذوا هذا الميوكوس ممبرين. بينما المسلز اوف ذا تانج اخذت النيرف سبلاي بتاعها من الهايبوجلوسال لانها ما طلعتش من الميزوديرم اللي في هذه المنطقه. امال طلعت منين؟ طلعت من الاوكسيبتال مايتومز اللي كانت بتاخد الاوكسيبتال مايتومز ديت كانت ديريفاتيفز من السومايتس في الاوكسيبتال ريجون وكانت بتاخد النيرف سبلاي من الهايبوجلوسال وحصل لها مايجريشن نزلت ودخلت في جوه التانج وبره التانج في صوره انترنسيك واكسترنسيك ماسل. وده يفسر لنا ازاي انها بتاخد نيرف سبلاي من نيرف بعيد عن الفرنجال ارشز هو الهايبوجلوسال نيرف رقم 12. طيب الكونجنتال ابنورماليتيز انوماليز اللي هتظهر اثناء الديفلوبمنت اوف ذا تانج تنشا كلها ايه؟ منشاها اللي هو انكومبليت فيوجن بتوين ذي organs او between the structures اللي ادت لظهور التانج. طيب اذا الاستراكشرز دي ما ظهرتش، اذا ما ظهرش الاربعه لينج والسويلنج من الاساس فيعمل نون فورم التانج او اجلوسيا. طيب اذا اليونيت سالكس ما ظهرش اللي هو هيعمل ريليز اللي هو هيفك الادهيجن اوف ذا تانج من الفلور اوف ذا ماوس، ما ظهرش هذا السالكس فالحالة دي تؤدي إلى الكمبليت أدهيرنس أوف ذا تانج تو ذا فلور أوف ذا ماوس. هذه الحالة يسموها أنكايلوجلوسيا. طيب إذا كان اليونيت سالكس اللي بيسلك التانج اللي بيعمل الستكشن أوف ذا تانج ويسلكه من الفلور أوف ذا ماوس سلك التانج من الجوانب وما سلكوش من ناحية التب فحصل إكستنشن للفرينيولوم لينجوي للتب أوف ذا تانج، فالحالة دي يسموها تاي تانج. طيب إذا الكوبيلا فضلت تنمو في الحجم هي واللينجوال سويلينجز، أنا عندي أربع لينجوال سويلينجز بينمو في الحجم، الكوبيلا بالذات المسؤولة عن الحجم الكبير هي والأذر لينجوال سويلينجز، إذا فضل الجروس بتاعهم يستمر وموقفش فالطنجة هيكبر أكتر من اللازم، بيبقى لارج سايز، حالة بيسموها ماكرو يعني لارج إن سايز، جلوسيا يعني طنج. أما إذا كانت اللينجوال سويلينجز الأربعة كان الديفلوبمنت بتاعها مكان كان بطيء وكان انكومبليت فادى الى ابييرنس اوف سمول سايزد تانج، حاله بيسموها مايكرو يعني سمول سايزد جلوسيا يعني تانج. اذا اللاترال لينجوال سويلنج الاثنين اللي كانوا خارجين من الفيرست ارش ما التحموش مع بعض فالتانج يخرج بتو تيبس، حاله يسموها بايفيت تانج، تانج باتنين تيبس. اما اذا الثلاثه لينجوال سويلنجز الاثنين اللاترال والواحده الميدل اللي هي التوبيركولوم امبار فشلوا في الفيوجن حصل بينهم نون فيوجن فده يؤدي الى تانج بثري تيبس يسموها ترايفيد تانج. دي الكونجنتال انوماليز اللي ممكن تقابلنا اثناء الديفلوبمنت اوف ذا تانج.
اخر حاجه في الديفلوبمنت اوف ذا فرينجيال ارشز اللي هي الديفلوبمنت اوف ذا ثايرويد جلاند. ازاي الثايرويد جلاند خرجت؟ احنا عارفين ان في نهايه الاسبوع الرابع بعد ما حصل الفولتنج وتكون الست ارشز بتوعنا وخرج التانج، التانج خرج من الفيرست ارش او من الانوديرم اوف ذا فيرست ارش زي ما قلنا من شويه من خلال الثلاث رينج والسوينجز، ومن الاكتوديرم اوف ذا سيرد اللي كبر ووصل لحد السكند ونزل تحت لحد الفورس من خلال الكوبيلا. مكان الالتئام بين يعني الانتيريور تو سيردز تبع الانتيريور او تبع الكرينيال لينك والسويلنجز اللي خارجين من الفيرست ارش والبوستيريور وان سيرد، مكان الالتقاء اللي بينهم هيكون السالكاس تيرمينالز اللي القمه بتاعته اسمها الفورامين سيكم. من عند الفورامين سيكم من هنا بالظبط ما بين التيوبيركولم امبار والكوبيلا الهايبرانكيال امننس اللي وصلت لمستوى السكند، من عند هذه النقطه بالظبط عند اتصال الانتيريور تو سيرز بالبصير وان سيرد اوف ذا تانج هيخرج اندوديرمال بروجكشن اهو. هذا الاندوديرمال بروجكشن هيخرج من منطقه الفورامين سيكم بتوين ذا انتيريور تو سيرز اند ذا بوستيريور وان سيرد. هذا الاندوديرمال دايفرتيكولم يسموه ثايروجلوسال داكت هينزل كودالي في قلب الميزوديرم of the pharyngeal arches حتى يصل الى مستوى السكس pharyngeal arch. هناك الديستال اند بتاعته هيحصل لها دايفيرجن وتكون تو بروجكشنز هيكونوا التو لوبس of the thyroid gland. بعد ذلك الثايروجلوسال داكت ديت هيحصل لها اوبليتريشن يعني تتقفل، ثم يحصل لها أتروفي وتظل في صورة فايبرس باند هتربط الديفلوبينج ثايرويد جلاند بالفورامين سيكم اوف ذا تانج اللي هي هيبقى اسمها بعد كده ليفيتور ثايرويدي جلانديولي. ده كان الديفلوبمنت اوف ذا ثايرويد جلاند. إذا أي خطوة من هذه الخطوات توقفت إلا يحصل يكون في abnormality in formation of the thyroid gland. هتظهر إزاي؟ الثايروجلوسال داكت اللي هي كانت دي الثايروجلوسال داكت لو ما قفلتش وفضلت مفتوحة، لو فضلت مفتوحة هتتحول من داكت إلى سيست يسموها ثايروجلوسال سيست. هذا الثايروجلوسال سيست لو جينا نشوفه هنكون موجود في الميدل لاين اوف ذا نيك، ده علشان نفرقه من البرانكيال او السيرفايكال سيست اللي اخذناه في الانوماليز اللي بتحصل في الديفلوبمنت اوف ذا فارينجال ارشز. الثايروجلوسال سيست يوجد في الميدل لاين بدايه من عند الطنج لحد المستوى الثايرويد جلاند، هيظهر في صورة سويلينج يسموه ثايروجلوسال سيست. لو انفجر هذا السيست يؤدي الى ظهور فتحة هينفتح، هذه الحالة تعرف باسم ثايروجلوسال فيستولا. طيب الثايرويد جلاند اللي اتكونت من عند الفورامين سيكم ونزلت تحت لحد مكانها قدام التراكية، هذه الجلاند لو الميجريشن بتاعها او الديفلوبمنت بتاعها توقف في اي نقطة الثايرويد جلاند هتتكون فيها. يعني لو الديفلوبمنت بتاعها الجروس بتاعها الميجريشن بتاعها الديسند بتاعها توقف في الطنج، معنى الكلام ده ان الثايرويد تشو نجدها نلاقيها موجودة في الطنج، حالة تعرف باسم لينجوال ثايرويد. طب اذا الجروس فضل كمل تحت وتكونت ورا الاسترنم نزل حد التراكية وصل ورا الاسترنم يسموها ريتروسترنال ثايرويد، او نلاقيها توجد في اي مكان عند الهيوت بون او عند الثايرويد جلان يسموها ابيرنت ثايرويد تيشو.
او ان الثيرويد جلاند ما تتكونش بالاساس. الاندوديرمال دايفرتيكولم اللي خرج من عند الفورامين سيكم ما يخرجش. في الحاله دهيت الثيرويد جلاند از نون فورمد، حاله تعرف باسم ثيرويد اجينيسيس. هذه كانت الست ابنورماليتيز اللي ممكن يقابلونا اثناء الديفلوبمنت اوف ذا ثيرويد جلاند. وبكده ينتهي الديفلوبمنت اوف ذا فارينجيال ارشز، علشان ننتقل لموضوع جديد بعد كده هو الديفلوبمنت اوف ذا فيس.